اللي اتقال ده انا ممكن افضل يعني انفعل وزي يوم الاربع كده، بس انا هنطلع منه بشويه حاجات علميه عن ابن حجر هنتكلم فيها النهارده وبكره. بص، ابن حجر من الاخر كده بيقول، بيحل معضله، انا اسف اللي هقوله بس هو شيء يعني مقزز للنفس بس مضطر اقوله، ان ده البحث العلمي. ابن حجر بيقول هو ازاي الرسول اختلى بيها وقعد واتكلم ودنا منها وقهوه بيده والحاجات دي وهي مش مراته. فبيقول هو اصلا انتوا فاكرين ايه؟ ده الرسول كان له ان يزوج من نفسه، يتجوز كده. طب كده دي ازاي؟ بغير اذن المراه وبغير اذن وليها كمان. يعني ايه؟ يعني يروح يقول انا عايز دي، فدي تيجي، ابوها رافض، امها رافضه، اهلها رافضين، هي مجنونه ورفضت زي الجونيه كده، لا ممنوع تبقى مراته. يعني ملهاش رأي أصلا لمجرد، فبيقول فكان إرساله إليها، خلاص، فكان مجرد إرساله إليها، ابعته هاتوها، وإحضارها ورغبته فيها أنا عايزك، ده كافيا لأنه يصبح زواج، خلاص. وكمان الكلمة اللي قالها لها الرسول اللي هو هبي نفسك لي، بيعتبرها لمجرد استمالة القلب، هي كده كده بقت ملكه. ده كلام مفيش الفاظ، تصدق مش عارف اظبطها. ده كلام فاسد على الاسلام، اقل شيء يتقال. يعني ابن حجر اخترع اختراع ما حدش عمله قبله، يعني لا وجود للقران كده ابدا في نظر ابن حجر، لا وجود لاي معايير للنبوه، لا وجود لاي معايير للمروءه، لا وجود لاي معايير للاخلاق، لا وجود لأي شيء كان في نظر ابن حجر وهو بيكتب الثلاث سطور دول. دول أخطر ثلاث سطور في الإسلام، تبريرا لخطأ أكبر اللي هو خطأ الإمام الفاضل، الإمام الفاضل البخاري، يعني نفعنا الله بعلمه لكنه بشر. ابن حجر زي ما قلت لكم في نهاية حياة الأربع، الأديب الروسي العظيم دوستويافسكي قال إنه ارتكاب الخطيئة فعل إنساني، قد يخطئ الإنسان في حياته، في معاملاته، حتى في علمه، فقد يعني تحت ظروف كتير بقى هنقولها أن يخرج الإمام البخاري الرواية خاطئة 100% خاطئة، مش محتاجة كلام، ممكن وارد، بس نقول له يا إمام يا عظيم دي غلط. إنما زي ما قال دوستويافسكي، تبرير الخطيئة عمل شيطاني مش عمل إنساني، ارتكاب الخطيئة عمل إنساني، إنما تبرير الخطيئة عمل شيطاني. اللي عملوا يعني هذه السطور اللي كتبها ابن حجر لازم مش يراجع فيها هو. هنا بقى يا فندم المنهج كله سقط. لما تلاقي، وده اللي هنتكلم فيه بعمق وعايزكم تسمعوني، خلاص احنا عرفنا المصيبة، اكبر مصيبة قيلت على النبي كرواية كحديث يعني، واكبر تبرير للمصيبة هي مصيبة اكبر، لكن نيجي بقى للمنهج ونسأل أسئلة كتير عن ابن حجر أو عن أي شارح البخاري، لكن ابن حجر حاجة تانية بقى. بص، تعالوا نحط افتراضات لأسئلة توجه لماذا يعني فعل ذلك ابن حجر. واحد، أين كان القرآن وكل ما هو معلوم فعلا بالضرورة من الدين عن فكرة الزواج؟ الزواج موضوع ديني وليس موضوع إنساني من ناحية حليته. هل النبي خصوصيات في القرآن يختلف بيه عن الناس؟ طبعا، بل النساء لها خصوصيات، ربنا قال لهم لستن كأحد من النساء، لكن الخصوصيات دي يا فندم فيما لهن وعليهن من واجبات وعليهن من عقوبات حتى يفوقوا النساء العاديات. لكن هل شفتم في القرآن لحظة إن الرسول ممكن خصوصياته تصل انه يتزوج امرأة بغير رغبتها رغما عنها، لا تطيق، تقول له انا ملكة وانت سوقة؟ هل هذه اصلا من اخلاقيات الرجولة والمروءة؟ بعيد انه هو رسول الله. هل يفعل ذلك الرسول مع نساء امته، مع الصحابيات، يتزوجهن رغما عنه؟ وهل هناك اصلا حاجة اسمها زواج رغما عن؟ اي عن بقى؟ أصل أصول الزواج في الإسلام كما نعلم
الإسلام الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه اللي بلغ التشريع أن الزواج إيجاب وقبول. هل شفتوا أي قبول أو إيجاب بس في الجواز؟ أنا عايز بس. يعني أنا قلت لكم المرة الأسبوع اللي فات، لو بنحكي عن نيرون، عن كاليجولا، لو بنحكي عن أظلم ظلام التاريخ، ممكن نقبل الكلام ده وممكن ما نقبلوش. السؤال، ابن حجر كده كمنهج علمي، سيبكم من هذا تدليس فج وذنب ديني مرعب أن يكتب ذلك على رسول مهدرا الإسلام كله. السؤال، وحتى الطرف الثاني اللي بيسمعوني طبعا ما بيتكلموش وما بيردوش، حد عنده تبرير علمي؟ أنا هتكلم هنا علم، مش إيمان ولا دين ولا تقوى ولا مهابة ذلك الكلام الكارثي على الرسول. مش هقول الكلام ده خالص، أنا هتكلم كلام علمي. وأنا قبل كده شرحت لكم كتير عن الحديث، بل إني زي ما أقول دايما سنة 2017 عملت برنامج كامل في رمضان عن علم الحديث اسمه الخريطة، شرحت كل علم الحديث، كل علم المصطلح اللي عايز يرجع له. السؤال كمنهج بقى علمي وشغل أكاديمي، هل اللي عمله ابن حجر دلوقتي في شرح البخاري، شرح الرواية دي بالذات، هل ده منهج علمي؟ الرد، المنهج العلمي ينبغي فيه التجرد وعدم المراوغة وإثبات الصحيح والخطأ فيما يحققه المحقق. الثلاث حاجات ما عملهمش ابن حجر، لم يتجرد لأنه عايز يدافع عن البخاري، فهنا مفيش أي تجرد، بل هو الدفاع المستميت عن أستاذه أو عن الذي يحقق له الكتاب اللي هو البخاري. 2، عدم المراوغة، العلم مفيهوش مراوغة. 3، إثبات الحقيقة والصواب والخطأ. يا جماعة المنهج العلمي في التحقيق، يعني بص، واحد كيميائي حالي قرر أن يعمل ماستر أو بي اتش دي في كيميائي قديم جدا في القرون الوسطى، كلامهم العلماء في الوقت ده دلوقتي نسبة 2% منه صحيح علميا والباقي كله عبارة عن نستأنس به، لكن هو أصبح بالنسبة للكيمياء الحديثة كوميديا علمية. فتخيل واحد يحقق لأستاذ قديم فيكتشف أن المعادلة اللي هو كاتبها لما تتعمل في المعمل هتفجر المعمل، فبدل ما يقول الأستاذ أخطأ على جلاله لأن المعمل اتفجر، يبتدي يقول لك عن محاسن تفجير المعمل. يعني المعمل اتفجر في وشه والدنيا اتحرقت، يبتدي يقول لك شوف جمال التفجير عامل ازاي، شوف الناس اتهببت وشها اسود ازاي، شوف المكان اتحرق بزاوية ازاي حلوة، ويبتدي يكلمك عن محاسن تفجير المعمل. ده بالظبط اللي عمله ابن حجر العسقلاني. واحد بيحقق في الهندسة، رجع لمرجع هندسي في القرون الوسطى، لقى النظرية اللي عملها توقع البيت، توقع البناء، فابتدى بدل ما يقول يا جماعة النظرية دي وهو أستاذ عظيم بس أخطأ لأن البيت وقع، يبتدي يكلمك عن جمال انهدام البيت، عن شكله إيه العظيم وده شكل سوريالي لما وقع على دماغ اللي ساكنين فيه. ده مش اسمه علم، ده اسمه أي حاجة غير إنه علم. فده ياخدنا المرحلة أهم بقى لابن حجر، إنه واجب التوقف تماما عند المنهج اللي اتبعه ابن حجر في شرح البخاري. على فكرة في تحقيقات علمية في التراث، للتراث برضو قدماء بيحققوا للذين سبقوهم. يا جماعة أهم 2 في المذهب الحنفي تلامذة أبو حنيفة المباشرين شافوه، القاضي أبو يوسف والتلميذ التاني اسمه محمد بن الحسن الشيباني، خطأوا أبو حنيفة فيما يزيد عن 85% من المذهب. انتوا متخيلين اللي انا بقوله؟ لما كان مفيش قداسه، يعني هم التزموا بالمذهب الحنفي كفكره ان الراي مغلب على النص الضعيف. حلو كده؟ لان ابو حنيفه كان اسمه امام اهل الراي، وكان اهل العراق بالعموم ما بيعملهمش في الاحاديث. يعني ايه؟ الاحاديث ظهرت مرحله ايرلير جدا، مبكره، فابو حنيفه ظهر بدري. ابو حنيفه يعني تولد 85 هجري أو 83 خلاص، فأقول أنه مثلا بقى إمام عظيم وعنده 100 في 120 هجري، فكان بداية القرن الثاني، كانت لسه الأحاديث يعني متناثرة كده.
ومفيش بقى الهالة دي للكذب على الرسول، ها؟ مش الأحاديث السليمة. فالتزموا هم كتلامذة أبو حنيفة بالمذهب، إنه أنا أبدي الرأي الإعمال العقل يعني على النص الضعيف أو النص اللي هو لا يثبت في نظره. لكن خلفوا في نتيجة هذه الآراء 85% من أستاذهم. تخيلوا أبو حنيفة لو أبو يوسف والشيباني مشيوا مع أبو حنيفة بالباطل في آراء كثيرة مقابل إن هم يقولوا لا ده ما بيغلطش. كانت الأمانة ساعتها بدري، كانت الناس لسه صاحية زي ما بيقول ومشاعرها وعقلها صاحي، كانت الأمانة ساعتها إنهم يقولوا أخطأ الإمام لكننا نتبعه. لكن بعد 7 قرون من اللقطة دي أنت وصلت فيما فعله ابن حجر، واللي لسه هنكمل عليه بكرة كلام في المنهج بقى جواه، أقول لكم كلام مهم، إنه أصبحنا نقدس الأستاذ اللي بنحقق له ولو أخطأ أي خطأ، بل خطأ لا يمكن عقلنته ولا تصوره، أجيب الخطأ يعني ألقي بتهمة على رسول الله وأطعن الإسلام في قلبه ولا أخطئ أستاذي كأنه بشر لا يخطئ. ابن حجر خلاصة النهاردة على الأقل لحد ما نكمل بكرة، لا يملك منهجا علميا، ده أقل حاجة تتقال، هذا منهج المقدسين، هذا ليس علما ولا تحقيقا ولا له علاقة بالعلم. ده أقل قول بعد اللي انتوا سمعتوه النهاردة وشفتوه على الشاشة. ده مش عايز أقول حاجات تانية، كمل بكرة وأشوفكم بكرة.